في زمن الوحي وتصديق الرسالة. وتدبر آيات القرآن. في الهجرة والفتح والغزوات. حول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اشتهر حمزة في نشأته في مكة بفروسية عالية، وكان موصوفا بالشجاعة والقوة، حتى عرف بأنه أعز فتيان قريش وأشدهم شكيمة، ولقب بصائد الأسود. كان لإسلام حمزة في مرحلة مبكرة من الدعوة أثر كبير في نصرة المسلمين والدفاع عنهم، وتمكن بذلك من وضع حد لاعتداءات أبي جهل بشكل خاص على الرسول والمسلمين. أما الدور القتالي والقيادي الكبير لحمزة فكان في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة. الصحابة أبلوا بلاء عظيما في بدر، ومنهم الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب الذي كان من أعظم الفرسان في بدر. في تلك المعركة الحاسمة شارك حمزة في القضاء على أبرز مقاتلي قريش، ومن بينهم شيبة وعتبة بن ربيعة، وبذلك أثر أعمق الأثر في معنويات قريش، وكان حمزة بحق بطل غزوة بدر الكبرى. سلام عليك يا حمزة، يا سيد الشهداء، ويا أسد الله وأسد رسوله. الله